عاجل اخواني يعني في هذه الاثناء يعني خروج الفرق ديال الانقاذ اللي كانت يعني كتحاول انها تنقذ الطفل ريان. وفي هذه الاثناء يعني الخروج ديالهم والابتسامه في الوجوه ديالهم غالبا الطفل يعني حي يرزق. عاجل اخواني في هذه الاثناء عاجل لحظه تاريخيه. الفريق المكلف بالحفر اليدوي مكون من ثلاثه عناصر. اذا الحمد لله الحمد لله الدعوات ديالكم. ف كنشوفوا العناق بين يعني رجال السلطه وبين عمي علي الرجل اللي حاول انه يدخل ويقوم بالعمليه ديال الحفر اليدوي. فهذه اثناء اخواني وخرج يعني والابتسامه في الوجه ديالو الشيء اللي كيعطي واحد الامل انه غالبا الطفل حي يرزق. وهذه غادي تكون يعني معجزه اخواني. الطفل صمد لمده 5 ايام تحت الارض يعني 32 متر اخواني بعد خروج. الله اكبر يعني اخواني الحمد لله اخواني الحمد لله. الان غالبا الطفل غادي يكون بين يدي الاطباء. الحمد لله يا اخواني الحمد لله. يعني مازال العناق بين رجال المسؤولين وبين عمي علي اللي قام بواحد المجهودات اللي هي جباره اللي ما قدرش انه ينعس. يعني في الحوار ديالنا معاه بالامس كيقول وكيأكد هو ما غادي يمشي من هنا حتى يكون ريان بين يديه. الحمد لله شفناه خارج هو والطاقم ديال الانقاذ والابتسامه في الوجه ديالو. الله اكبر الله اكبر. ما سيقوله الطبيب. شوفوا يعني غالبا الطفل ريان في هذه الاثناء بين يدي الطبيب اللي تم حالة نتاع الطفل ريان. فبعد ما سالوا الحمد لله سعوا مع رجال الفرقة المخصصة بالإنقاذ فهي خرجات وغادي نحاولوا نزوميو شوية باش تشوفوها. يعني هي الجهة الصحية هنا كيتم العناق بين المسؤولين وبين هذا الفريق هذا اللي بقى صامد منذ أمس يعني ولله الحمد. نتاع الأطباء هذا المرحلة يعني لحظات فقط وغنشوفوا ريان خارج من هذا الممر هذا ويتم غالبا النقل ديالو للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. المغاربة جميعا ينتظرون يعني الخروج ديال عمي علي هو والفريق اللي كان معاه والخروج ديالهم بديك الابتسامة. فهذا الشيء الحمد لله كيأكد على أن الطفل حي يرزق. امامكم الان مع مجموعه الناس خرج كي يعني كيضحك. هذه اشاره خير كنعتبروها اشاره خير معلومه ان شاء الله. تحمل دعواتكم جميعا مشاهدي ومتابعي القناه دعواتكم جميعا من اجل حسن هذه الايام التاريخيه. للتذكير اخواني ولله الحمد. فالفريق المختص بانقاذ الطفل ريان فهو يعني هم خرجوا في هذا الاثناء يعني غالبا الطفل بين يدي الطبيب. الحمد لله بعد أن غدت هذه القضية قضية المغرب قضية العرب قضية العالم.
عناصر القوات المساعده يعني دقائق قليلة قليلة فقط ونشوف ريان أدخل الكثيرين في دوامة من الأسئلة المتتالية يريدون جوابا عن سؤال واحد، هل سيخرج الطفل ريان سالما معافى في بدنه في صحة جزاء 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 حلو بزاف صراحة. ايه والله لا شوف لا شوف لا هذه ما فيها شيء، ماشي قضيه تصرف، هذه ضرب المقسم، هذه الكلمه هذه ضرب المقسم، لكن ماشي في حقيقه الامر يثير الأعصاب. راسخا بعد أن تسلل اليأس إلى القلوب، وهم ينتظرون كل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية أن تضاف إليهم البشرى، بشرى إنقاذ طفل ريان، إنقاذ طفل الملاك الذي ظل خابعا لأيام في حفرة غميقة ضيقة يصارع الموت ويتمسك بالحياة في الوقت الذي تتمسك فيه عائلته بالأمل، وكذلك المغاربة أجمع هنا في هذه الرقعة الجغرافية التي أتينا إليها لأول مرة بسبب هذه القضية. في هذا الدور المعروف بإنتاج زيت الزيتون وبكرم المقيمين هنا، كرم المواطنين سجونا يعرف في هذه اللحظة عبارات التكبير على أمل أن يتم إنقاذ طفل ريان. لطفك يا الله، لطفك يا الله، لطفك يا الله، هي العبارة ترددها في هذا المكان. بعد أن خرج المشرفون من السوق وانهوا عملية الحفر، نتساءل عن اللحظة الحاسمة، عن اللحظة التي سيتم فيها إخراج طفل ريان ونقله إلى المستشفى. بالنسبة للإخوة اللي عاد نتحقوا بنا فلتذكير فقط، فالفريق ديال الإنقاذ المخصص بإنقاذ طفل ريان فهم خرجوا في هذا الأثناء، والابتسامة في الوجه ديالهم، غالبا الطفل غادي يكون بين يدي الطبيب. الأمل في الله في هذه الشدائد، في وقت المصائب، في وقت المحن، في وقت الشدائد.
التحرير المواطنون في هذه اللحظات يوجهون يشكرون في هذه الأثناء القوات المساعدة وكل من ساهم من قريب أو من بعيد في إخواني هذه الأثناء إخواني سيتم استخراج الطفل ريان بعد خروج الناس اللي كبروا من طاقه الكل ينتظر اه
طائرة درون هنا نشوفوا الاستعانة بطائرة درون طائرة درون ربما قد تكون تابعة للطرف الملكي أو الوقاية المدنية لا نعلم بعد لكن فقط يجب ان نعلم بمنزل يردد الله اكبر إذن إخواني طائرة الدرون في هذه الأثناء تحاول أن توثق الصور هذه اللحظة التاريخية هو هنا مازال خيرا على اعصابه نذكركم اننا لقد ساعات الحصول الناس يطلبون الفرج الفريق مشاهدي جميع الاستعدادات يدعون الله وحده والله هذه اللحظه التاريخيه لأن الآن بعد إعادة التفريريان إلى عائلتي وأهلي سالما معافى من كل مكروه كنا أشخاص خرج مفلسين وهو إشارة ربما إشارة خير وخير جميع هناك إنتظر من هالفرحة جميع من تضامنوا مع عائلتي وأسرتي في هذه المحنة بعد أن جرى تعميم صورتي على نطاق واسع على قنوات عربية وعالمية ظهر فيها وكأنه في بطن بعد أن سقط في قاع البئر في ثقب مائي دائر للمحاذاة من منزل عائلتي بعد أن خرج للحظات للعب واليوم قبل أن تعرف أمه أنه لا وجود له في عين المثل وبعدها انطلقت على بيت البحر الحمد لله بعد المجهودات اللي قاموا بها الفرق ديال الإنقاذ ولله الحمد بوادر خير هذا خروج طبقاً لكلف إنقاذ ريان يخرجوا الابتسامة في الوجوه ديالهم الابتسامة اللي كتعطي أمل واللي كتأكد أنهم يعني بقاو طفل حي يرزق وبعد قليل غادي يتم استخراجه ونقله للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية نتمنوا الدعوات ديالكم مشاهدي ومتابعي قناة الدار معنا في هذه اللحظات المباشرة انتظروا خبر غادي يكون مزيان انتظروا خبر مفرط تجمهر كبير هنا
اللي كنلاحظوه ان في الاثناء التابعه العمليه المعطيات المعلومات الان مازال مع اخواتي من اجل تسهيل مرور ريان من هذا الممر ونقله للمستشفى. اللي مؤكد ان الطرق الى طريق الحق يدعو لسلامها من خرج منتهى التقاليد ويؤكد ان الطرق نتاع الوقايه المدنيه والطرق التنفيذ والمقيم الان يقوموا من كانوا مشرفين على عمليه الحق اليدوي انتهت مهمتهم وغادروا المكان. لم يغادروا هذا المكان بل غادروا الحفره في انتظار ان تزف البشره. المسألة اللي علاش هاد الجمهور ومنفذ الكرام والجمهور